الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء يحاضر في جامعة الملك سعود. مدراء الجامعات البوسنية يبحثون سبل التعاون مع جامعة الملك سعود. تحت شعار معا لمكافحة العدوى، كلية الطب تنظم أسبوعا لتوعية العاملين في المجال الطبي بأساليب الوقاية من انتقال العدوى. طلاب الإعلام بجامعة الملك سعود يشاركون في أول ملتقى للإعلام المرئي الجديد. الصالون الثقافي يستأنف أنشطته بمناقشة كتاب المسكن في المملكة العربية السعودية. أعزائي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في تقرير أسبوعي مصور جديد من جامعة الملك سعود. استضاف نادي الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود معالي الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الذي ألقى محاضرة بعنوان موقف المسلم من الفتن. حضر المحاضرة وكيل الجامعة الدكتور عبد العزيز الرويس ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعديد من الطلاب. تناول الشيخ المطلق معنى الفتن لغة واصطلاحا، والأخبار عن وقوع الفتن وكثرتها وأحوالها وأوصافها وأشهرها وأسباب الوقوع فيها وطرق النجاة منها. تم بث المحاضرة إلى القاعة الكبرى للمدينة الجامعية للطالبات وقاعة خديجة بنت خويلد بعليشة ومسرح 20 بمركز الدراسات الجامعية بالملز. هدفت المحاضرة إلى توعية شباب الأمة بالوسائل التي يدفع بها المسلم الفتن، مثل الحذر من الإشاعات والبعد عن مواطن الفتن والاعتصام بالكتاب والسنة والالتفات حول العلماء. وفي ختام المحاضرة قام الشيخ المطلق بتكريم الطلاب المشاركين في الدورات العلمية التي أقامها نادي الثقافة الإسلامية. استقبل معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر الأحد الماضي بمبنى السنة التحضيرية مدراء الجامعات البوسنية الذين يزورون المملكة حاليا بدعوة من وزارة التعليم العالي. ضم الوفد مدراء 11 جامعة بوسنية، شارك في استقبالهم وكلاء الجامعة وعميد السنة التحضيرية الدكتور عبد المجيد البنيان. شملت الزيارة جولة داخل مبنى عمادة السنة التحضيرية، اطلع الوفد خلالها على أهم المراكز والخدمات التي تقدمها العمادة لطلابها. وفي اجتماع ضم الجانبين تعرف الوفد على ما تحتضنه الجامعة من كليات وإدارات ومراكز متميزة، وتمت مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين جامعة الملك سعود والجامعات البوسنية. الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن التعاون المشترك بين الجامعات السعودية والبوسنية لبحث المجالات الأكاديمية والعلمية وتبادل الزيارات الطلابية وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين. تحت شعار معا لمواجهة انتشار العدوى، نظم قسم مكافحة العدوى بكلية الطب حملة للتعريف بوسائل الوقاية من العدوى. افتتح الحملة عميد كلية الطب الدكتور فهد الزامل بحضور رؤساء الأقسام. استهدفت الحملة العاملين في المجال الطبي، وبدأت بمحاضرات ألقاها متخصصون في مجال الوقاية من العدوى والتعقيم، ناقشوا خلالها العدوى المرتبطة بالأجهزة الطبية والتجارب العالمية لمكافحتها وتجربة مستشفى الملك خالد الجامعي في هذا المجال. صاحب الفعاليات معرض للتوعية بأساليب الوقاية من العدوى، ضم أجنحة عرضت فيها كتيبات ونماذج للمعدات والمستحضرات المستخدمة في التعقيم. الجدير بالذكر أن كلية الطب اتخذت العديد من الإجراءات بهدف رفع مستوى السلامة العامة بين منسوبيها في جميع مرافقها، مما أدى إلى تراجع كبير في نسبة العدوى. شارك طلاب قسم الإعلام بجامعة الملك سعود في ملتقى الإعلام المرئي الجديد الذي عقد الأسبوع الماضي بفندق الفور سيزون بمدينة الرياض. حول الملتقى وفعالياته نقدم لكم هذا التقرير. أهلا وسهلا بكم في هذا التقرير عن ملتقى الإعلام المرئي الجديد والذي تنظمه الرياض للمرة الأولى، حيث يعرض 20 مختصا تجاربهم وآرائهم حول هذا المجال، والذي يركز على أهم القضايا التي تناقش الإعلام المرئي الجديد. أنا عندي طفل عمره تقريبا 3 سنوات يستهوى الألعاب الإلكترونية بشكل كبير. شارك في الملتقى أكثر من 2000 شاب وفتاة من المهتمين بالإعلام المرئي،
وخلال أربع جلسات ناقش الملتقى مستقبل الإعلام المرئي الجديد وأخلاقياته وفرص التسويق والتجارة الإلكترونية التي عاصرت ثورة التواصل الرقمي عبر الإعلام الجديد وقصص النجاح التي صنعها الشباب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. اشتمل الملتقى على ورش عمل في التسويق الإلكتروني والفني والرؤية والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي، تناولت خلاصة خبرات الشباب وتجاربهم التي تعد نقلة نوعية ساعدت على توطين المعرفة والخبرات محليا. هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الإعلام المرئي الجديد ومساهمته في بناء الواقع الاجتماعي. في هالملتقى هذا لما أشوف الشباب أبناء جامعة الملك سعود هم يعني يبدأوا الحقيقة مشوارهم الإعلامي، مشوارهم التلفزيوني بمناسبة مهمة تختص بالشباب أيضا الإعلام الحديث، أقول الحقيقة الدنيا بخير. الآن لو عملنا إحصائية على عدد الشباب كما معروف حول 60%، كلهم مبدعين يحتاجون إلى، لا أقول يحتاجوا إلى المناخ لأن المناخ موجود، ولكن يحتاج إلى مبادرات. اللي تشوفه هذا الآن يعني جزء بسيط، يعني ما يمثل ولا 5% من الحضور اللي هم موجودين على الساحة، لكن هي خطوة إيجابية، خطوة جميلة ورائعة إن احنا نشوف هالملتقيات النادرة بعيدة عن المؤتمرات السابقة التقليدية اللي ما فيها نوع من التجديد. هنا في تنظيم، هنا في اختيار موضوعات، هنا أيضا محاور اللقاء ممتازة. فأنا أشكركم في جامعة الملك سعود في قسم الإعلام وفي الحقيقة يعني هالفريقنا، قبل ما نعمل لقاء شفت في هارموني انسجام ويدل على أنه هذا نجاح مبكر لكل الطلاب سواء متدربين أو حتى يعني إدارة أو إشرافا على هالعمل. بداية الملتقى في قمة الروعة، استفدت منه أشياء كثيرة ممكن ما كنت أتوقعها من قبل، ما كنت أعرفها عن الإعلام الجديد. ممكن بعد الفرق بين الإعلام المرئي والإعلام الجديد والإعلام التقليدي، فالأشياء اللي ممكن استفدت منها أكثر بعد ورش العمل اللي كانت في الصباح. بشكل عام وبمجمل الكلام أنه الإعلام الجديد اللي فهمت منه أنه للمشاهد يوصل للمشاهد بشكل أسهل لعواطفهم الكبار والأصغار. هذا ممكن أكثر شيء في الإعلام المرئي والإعلام الجديد اللي كان موجود، هذه هي أكثر شيء. يعني الإعلام الجديد ميزته أنه أقرب للمتابع، أقرب للمتابع من ناحية حتى الكلام اللي تسمعه، حتى الأفيه اللي تسمعه، حتى النكتة ما فيها تكلف، بسيطة جدا، ما فيها أي، حتى لو كانت يعني كلمة عادية بس انت تضحك منها خلاص انا وصلت لك، يعني شكرا ما بي شيء ثاني، اهم شيء اني وصلت لك. يعني الاعلام الجديد في تغير مستمر يوم بعد اخر. كان الاعلام الجديد في نظرنا هو مثلا الان المنتديات تطور بشكل مستمر حتى وصل الى انه الفيسبوك ثم تويتر ثم والان الفيديو. كان التلفزيون هو الاعلام الجديد ثم تحول ليوتيوب، بعدين قصر اليوتيوب لين صار كيك 36 ثانية وما أدري إلى فين بيوصلون. تطور الإعلام الجديد طبعا أعتقد أنه مستقبلا راح يكون يهتمون بالمصداقية أكثر من نشر الإشاعة اللي موجودة حاليا، راح يكون أبسط من التعقيد الموجود حاليا. الآن حتى صار صعوبة الواحد أنه ينتج عمل في الإعلام الجديد لوحده أو شبه مستحيل، لازم تكون مع فريق عمل أو تنضم لوحدة من الشركات حتى عشان تقدر تنجح، لكن لوحدك ما راح تقدر. فمستقبلا هذا اللي أتوقع أنه راح يصير، بالإضافة إلى أنهم يحرصون جدا على الرسائل الموجهة، وراح تكون راح نشوف أو أتوقع أنه راح نشوف مستقبلا أنواع جديدة من الإعلام. التركيز الحالي على الجانب الكوميدي فقط، لكن راح نشوف إعلام مرئي درامي، راح يكون توعوي، راح يكون في إعلام موجه حتى للأطفال، وراح يكون في جانب تعليمي. استأنف مركز الترجمة في جامعة الملك سعود الثلاثاء الماضي أنشطة صالونه الثقافي الذي ينظمه بالتعاون مع مادة شؤون المكتبات بمناقشة لكتاب المسكن في المملكة العربية السعودية من تأليف الكاتب الأمريكي قيصر طالب الذي كان يعمل أستاذا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. تناول الدكتور محمد حسين الإبراهيم مترجم الكتاب في مناقشته أهمية الترجمة كوسيلة لنقل إبداعات الآخرين، وتحدث عن أهمية الكتاب في توثيق طريقة بناء المساكن التقليدية في مختلف أقاليم المملكة، وتناول طرز العمارة التقليدية ونوعية مواد البناء المتوفرة في الأقاليم الأربعة للمملكة وهي ساحل الخليج العربي والمنطقة الوسطى وعسير والحجاز،
ويوضح الكتاب بالصور والرسومات المساكن في مناطق المملكة، ويعد توثيقا للعمارة التقليدية فيها. يشار إلى أن الصالون الثقافي هو أحد مشروعات الخطة الاستراتيجية التي يتبناها مركز الترجمة بهدف خدمة المجتمع، حيث يحدد شهريا كتابا من الكتب المترجمة والمتميزة، ويتم دعوة مترجم الكتاب وعدد من الباحثين والمتخصصين في مجاله لمناقشة مضمونه. إلى هنا أعزائي، وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير. حتى نلقاكم الأسبوع المقبل، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.